وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بغداد الصحفية إيثار الحكيم. إيثار، هل وضعتنا في صورة آخر التطورات الميدانية في الموصل؟ يعني العمليات العسكرية هي تتسارع قائمة على قدم وساق. قوات مكافحة الإرهاب على السيطرة على الساحل الأيسر لمدينة الموصل. يعني منذ بدء العمليات العسكرية القوات العراقية تتقدم في الجانب الأيسر فقط الذي يمثل حوالي يعني 60% من مساحة المدينة. يبقى هناك الجانب الآخر الذي ما زال خاضعا لسيطرة عناصر التنظيم. هناك صعوبة لحد الآن في اقتحامه بسبب وجود العدد الهائل من المدنيين. يعني هناك نحو بحسب تقديرات الأمم المتحدة نحو مليون مدني. يعني سكان مدينة الموصل هم ليسوا من النوع الذين يفضلون النزوح. يعني السكان حتى هذه اللحظة لا يعني لا يقومون بالنزوح إلا في أصعب الظروف. يعني معظم سكان المدينة في منازلهم. الجانب الآخر من المدينة الخاضع لسيطرة عناصر التنظيم يتميز بكثافة سكانية مرتفعة. ذلك القوات العراقية يعني حتى الآن جانب الساحل الأيسر تم تحريره خلال 3 أشهر، لكن الجانب الآخر من المدينة القوات العراقية تؤكد أنها تتعامل بمهر شديد في اقتحامه. وهناك خطة عسكرية محكمة لأجل ضمان سلامة المدنيين. يعني أولا وأخيرا سكان المدنيين هم يعني هذه النقطة التي أريد أن أسأل بخصوصها. نعم. يعني ماذا عن الأوضاع الإنسانية للمحاصرين داخل المدينة وأيضا النازحين منها؟ يعني للأسف الشديد تنظيم ما يعرف بداعش يقوم بقصف المناطق المحررة. يعني حتى الآن هناك 180 ألف نازح هم ليسوا من المناطق الخاضعة على عناصر التنظيم وإنما من المناطق التي يتم تحريرها والتي يوجه إليها قصف عشوائي بشكل يومي بقذائف الهاون والصواريخ. يعني حتى يوم أمس كانت هناك عائلة مؤلفة من طبيب وزوجته وأيضا دكتورة معروفة في مدينة الموصل. هم لم يغادروا منزلهم لتقديم الخدمات للمواطنين ثم توفوا يوم أمس جراء القصف العشوائي. المناطق الخاضعة على عناصر التنظيم تعاني من نقص شديد في المواد الغذائية، نقص في المياه. يعني حتى منظمات الأمم المتحدة طالبت الحكومة العراقية بإلقاء سلال غذائية فوق هذه المناطق بشكل عاجل بسبب أن كون سكانها هم خاضعين لما يشمل الإقامة الجبرية. هناك أكيد يعني الإمدادات لا تصل لهذه المناطق منذ بدء العمليات العسكرية. يعني وأيضا هذه المناطق هي تعد محاصرة من جميع الاتجاهات بسبب أنه الحملة التي تقودها القوات العراقية اليوم يعني يتهدف لقطع الامدادات سواء بالسلاح او الرجال عن عناصر التنظيم ومن ثم انتصار قوتهم وقدرتهم حتى نعم. يعني حتى التخلص من اخر رجل منهم. نعم، إيثار إبراهيم كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.